ومرحبا فيكم في فيديو جديد. اليوم انا راح اعلمكم افضل تمرينين لعضلات البطن. يلا خلونا نبلش. اول تمرين راح يكون هو انه راح نتسطح هيكي على الاخر، اوكي، وراح نتني ركبنا. لازم نحط ايدينا على اجرينا هيك، يعني انه كل ايد على اجر. من بعد راح نبلش نعلي شوي هيك، ما هنعلي كتير بس شوي. يلا هلا هذا كان اول تمرين. تاني تمرين رح يكون انه رح نحط ايدينا هيك ونتسطح على الاخر. اول شي نتسطح على الاخر ومنحط ايدينا هيك مثل ما قلتلكن، ونبلش نعلي شوي هيك. يلا هلا بنكون خلصنا الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة تحت، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي.